فكري في ايه يا اختي؟ انت عمرك ما سالتي نفسك يا بنت معزين ايه من الدنيا دي؟ انا جايب لك مصلحه على الجاهز. اما مصلحه ايه يا عم ابراهيم؟ في ايه؟ انت ليه عايز ترجعنا القرف اللي كنا قاعدين فيه؟ والنبي ايه؟ وما قلتيش ليه يا بنت من الاول يا لئيمه؟ مفيش ارتباط الا ما تاخدي شهادتك في ايدك. 5000 جنيه ايه اللي استرى لك الكلام ده بيغشك؟ مش مصلحتك يا عبد الله. عطية ده سكته بطالة والحرام ما يشبعش. فين البنت حسنى؟ على طول مسرقاني وعلى طول تهماني. مالكش لقمة تعيش معانا. يلا العوض الحقيقي ان انا اتعلمت زي القمر. حدوتة بن اتفاق من السبت الى الاربعاء 8 مساء على قناة مصر الأولى.